انا حايب بوركينا فاسو هي ان شاء الله تتح. انا ما دابينا مديش كاميرون ديها بوركينا فاسو خير واخير. اللي قال لي اللي شحنهم يقول لهم حرب، لا احنا نلعبوا في كره قدم ولا رانا في حرب بين الشعوب. على حسب رايي ان شاء الله بوركينا فاسو ان شاء الله يا تحصل على طلوزيان بلاص ان شاء الله. لماذا بوركينا فاسو ياتي كاميرون؟ قاش بوركينا فاسو راهم جايين لعبوا في ارضيه غريبه والكاميرون دارت لي عليها، وحنا حنايا انا برايي ماشي حنا انا برايي ان شاء الله انا حايب بوركينا فاسو هي ان شاء الله تتحل. بوركينا فاسو ان شاء الله، حنا الكاميرون كيما نقولوا عليهم تما ندخلوا صلب الموضوع، حنا الكاميرون لهنايا يبوسينا اللي توفى ربي يرحمه على كل حال، توفى قاسوه بحجره في تيزي وزو. ضربة هذيك نهار اللي قاسوه بحجرة، هو ماشي اللي مات احنا اللي قتلناه، هذاك مات مربي، قاساته حجرة دخل سبيطار دائما الله في ملكه مات، بصح كاميرون عليه شحنا في محرز ما حبوش يخرجوا المرة اللي فاتت من الماتش وما حبوش يطلقوا، علاش ما حبوش يطلقوا لنا محرز؟ كاميرون شحنا فيه، احنا ماذا بينا مديش كاميرون ديها بوركينا فاسو خير واخير. في الترتيب في المباراة الترتيبية بين بوركينا فاسو والكاميرون يعني نتمنى من قلبي يعني بوركينا فاسو اللي تروح، وشنو من ناحية تاع اللعب والطريقة تاع اللعب راهم الكاميرون يعني داروا ماتش مع كونتر مصر يعني ما شاء الله ما نقولوش يعني من ناحية ما استهزوش بهم، فريق قوي الله يبارك، وشنو مع إلا كان واسمه التعب إلا دار عليهم التعب في المباراة هذه اللي بين اللي لعبت لعبوها كونتر مصر راح تكون الأفضلية لبوركينا فاسو. يعني بربي إن شاء الله ندعي ربي إن شاء الله تديها بوركينا فاسو باسكو واسمه للتنظيم أسوأ تنظيم شتو في حياتي من ناحية الكروية في كأس أمم إفريقيا هي هدية الكاميرون. رانا شفنا صوالح يعني لا يعني لا إلا محمد رسول الله يعني العقل ما يبد ما يستوعبهاش والله ما يستوعبها. درك شفنا التصريح الأخير تاع إيطو اللي قال لي شحنهم يقول لهم حرب، لا احنا نلعبوا في كرة قدم ولا رانا في حرب بين الشعوب. طريقه تاع مسؤول ولا كيما نقولوا تاع مدير رئيس اتحاديه يهضر هذه هضره والله غير سيغراف. وشفنا داني كي دخل لغرفه الملابس تاعهم وراه عاد يدعم فيهم يعني باش يطلع لهم المعنويات بالجزائر بالزبه تاع الجزائر، نقول له يا اخي الكريم الجزائر ما تستهزاش بها، ممكن بالك تعثرت خطره ما تعثرش الدوزيام فوا، واذا كان تحوس على لي جوار والله غير عندنا والله غير نغربلوا منهم والله غير ما يخلصوش متغربيل. كاين الرجال الحمد لله يا رب العالمين، ورانا دايرين الثقه تاعنا كامله في وزير السعاده ان شاء الله يا ربي، ويفرحنا ونفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله.